إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، تحققت أمنية عبد المطلب بن هاشم، وبلغ أبناؤه 10 رجال، فأيقن أنه قد آن الأوان له أن يفي بنذره لله، ما دام الله عز وجل قد أجاب دعاءه وحقق رجاءه. فجمع أولاده حوله ثم قال لهم: إني تمنيت على الله ذات يوم أن يمنحني 10 من الولد يحمي بهم ظهري ويشد بهم أزري، وإني نذرت إن هو منحني هؤلاء 10 أن أذبح له 1 منهم تقربا إليه وشكرا له على فضله. وها أنتم 10 من أبنائي من حولي تحيطون بي، فهل لي أن أفي بنذري لله الذي أقر بكم عيني؟ فقالوا جميعا: نعم. وقدم كل واحد نفسه ليكون هو القربان. فاغتبط عبد المطلب أيما اغتباط حين رأى أبناءه يتسابقون إلى التضحية بأنفسهم في سبيل مرضاته، فقام من فوره واصطحبهم إلى سادن الكعبة ليقرع بينهم بقداحه. وكان من عادة العرب أنهم كانوا إذا هموا بأمر عظيم يلجؤون إلى القداح، يستنبئونها قبل أن يقدموا عليه، فما أشارت بفعله فعلوه، وما أشارت بتركه تركوه، إذ كانوا يؤمنون بها إيماناً شديداً، ويعتقدون أنها تعبر عما تريد آلهتهم، إذ كانوا يعبدون الأصنام ويقربون لها القربان ويذبحون لها الذبائح. فطلب عبد المطلب من سادن الكعبة أن يدير القداح بين أبنائه 10، فأيهم خرج اسمه فهو الذبيح. فكتب أسماء البنين 10، ثم ضرب القداح فخرج القدح عبد الله. كان عبد الله من أحب أبناء عبد المطلب إلى قلبه، وكان له بين أهل مكة معزة ومكانة عظيمة. لقد كان صاحبي خلق هادئ وعقل رزين ولسان عذب الحديث ووجه دائم البشاشة، وكان عفا نقيا بعيدا كل البعد عما يشين الشباب من طيش وجهاد. لذلك كان وقوع القدح على عبد الله خطبا جسيما أثار أهل مكة على عبد المطلب، فتقدم شيوخها وشبابها ورجالها ونساؤها يحاولون أن يثنوه عن رأيه في ذبح ولده، لكن عبد المطلب يأبى إلا أن يوفي بنذره. فتقدم إلى ولده عبد الله فأخذه ليقوده إلى المذبح، وتقدم إليه عبد الله في شجاعة باسم الثغر، فجاء رجال من قريش فقالوا:
يا عبد المطلب، إنك بذلك تريد أن تسن سنة سيئة، فأنت شيخنا ورئيسنا، فلو مضيت اليوم تذبح ولدك فإنه سيتبعك قوم رجال من قومك يذبحون أبناءهم تأسيا بك واقتداء بسنتك، فنصبح وقد غدا الذبح في أبنائنا سنة متبعة. فبالله عليك يا عبد المطلب إلا عدلت عن هذا الرأي، وإن كان لابد أن توفي بنذرك فلنحتكم نحن وأنت إلى عرافة يثرب، فما حكمت به فهو الحكم بيننا وبينه. فوافق عبد المطلب على هذا الرأي، وغدا الجميع برواحلهم في طريقهم إلى عرافة يثرب. فلما وصلوا إلى يثرب عرضوا قضيتهم، فقالت لهم: أنظروني، أي أمهلوني 3 أيام حتى أتبين وجه الصواب في أمركم. فلما كان بعد 3 أيام رجعوا إليها، فقالت لهم: كم الدية فيكم؟ كم الفدية فيكم؟ فقالوا: 10 من الإبل. قالت: إذن قربوا، فأتوا 10 من الإبل، فقربوها وقربوا صاحبكم، ثم اضربوا القداحة، فإن خرجت على الإبل فاذبحوها، وإلا فزيدوا الإبل 10، ولا تزالون تزيدون 10 بعد 10 حتى تقع القداح على الإبل. فمتى وقعت القداح على الإبل فاعلموا أن ربكم قد رضي بها فداء لصاحبكم. فرجع القوم وقد رضيت نفوسهم بهذا الحكم واطمأنت قلوبهم. فلما رجعوا إلى مكة جاءوا 10 من الإبل فضربوا عليها وعلى عبد الله القداح، فخرج اسم عبد الله، فزادوا الإبل 10، ثم ضربوا القداح فخرج اسم عبد الله، وجعلوا يزيدون حتى وصل عدد الإبل 100، ثم ضربوا القداح فخرجت القداح على الإبل. فصاح القوم في فرحة: ها قد رضي ربك يا عبد المطلب. لكن عبد المطلب لم يطمئن حتى تضرب القداح 3 مرات، فضربت 3 مرات فخرجت على الإبل، فاطمأن قلبه فأمر بالإبل فنحرت. كان فداء عبد الله عيد الله مكة، قضوا فيها أياما حافلة مليئة بالبهجة والسرور. وأراد عبد المطلب أن يستكمل بهجة هذا العيد، فذهب إلى سيد بني زهرة وهب بن عبد مناف، فطلب ابنته آمنة لولده عبد الله، فتزوج عبد الله من آمنة، وكان كلا الزوجين سعيدين هانئين. لكن الله لحكمة أرادها سبحانه وتعالى أراد لهذين الزوجين أن يفترقا إلى الأبد، وهما لا يزالان في ثياب العرس. لقد كانت لمكة لقريش رحلتان في التجارة، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن وما وراءها، ورحلة في الصيف إلى بلاد الشام وما يجاورها. وكان عبد المطلب يرسل أبناءه واحدا بعد الواحد في رحلة التجارة، وكانت الرحلة قاصدة بلاد الشام، فوقع اختياره على ولده عبد الله. فخرج عبد الله، كان الجو صيفا والحر شديد والسفر فيه مشقة عظيمة، فخرج عبد الله مع القافلة تاركا وراءه عروسا تقاسي مرارة الفراق والوحدة التي جاءت مبكرا. وأثناء عودة القافلة من الشام مرض عبد الله في أثناء الطريق، فأوى إلى أخوال أبيه في يثرب يقيم عندهم حتى يشفى من مرضه. فرجعت القافلة إلى مكة بعد أن تركت عبد الله في يثرب. خرج أهل مكة يستقبلون القافلة ويطمئنون على أموالهم وذويهم، وتستعد النساء في البيوت لاستقبال الأزواج والأبناء والإخوة، وجلست آمنة تنظر وتتشوف، وقد أعدت بيتها وهيأت نفسها لاستقبال الحبيب الغائب. وجعل عبد المطلب يدور بعينيه في القادمين يبحث عن عبد الله فلم يره. أين عبد الله يا قوم؟ فقال قائلهم: لقد مرض في الطريق ثم تخلف عند أخواله في يثرب. فأمر ولده الحارث أن يذهب إلى يثرب ليحمل أخاه، فلم يكد الحارث أن يصل حتى استقبله الناعي على بابها بموت عبد الله. عاد الحارث إلى مكة كاسف البال مكلوم الفؤاد، وألقى إلى أبيه بالنبأ المشؤوم، فاضطرب عبد المطلب اضطرابا شديدا،
وتحير كيف يلقي بهذا النبأ الفاجع إلى آمنة، فقام متحاملا على نفسه حتى وصل إلى بيت آمنة، ووقف أمامها حائرا لا يدري كيف يبدأ ولا كيف ينتهي. نظرت آمنة في وجه الشيخ فأدركت كل شيء، فتقدمت نحوه وهي تقول: أطال الله عمرك يا أبي، فيك العوض وفيك الرجاء كله. ثم ارتمت في حضنه باكيا. لم يستبد الحزن بآمنة مدة طويلة، وأحست بروح من السكينة تغشاها، وقد رضيت بما جرى به القضاء، وأحست بفيض غامر من السعادة يفيض عليها، وكانت تتعجب أشد العجب، وكانت تتوارد عليها الهواتف. ففي إحدى الليالي أوت إلى فراشها فسمعت من يهتف بها في همس: لقد حملت يا آمنة، وعما قريب ستكونين أما. لكنها لم تشعر بما تشعر به الحوامل من ضعف ووهن، ولم يظهر عليها أعراض الحمل، وغدت في شك وفي حيرة من أمرها: أتصدق هذا الهاتف أم تكذبه؟ ولا زالت بين الشك واليقين حتى أحست بشائر الحمل واستبانت حقيقته، ورأت فيما يرى النائم أن نورا قد خرج منها أضاء ما بين المشرق والمغرب، حتى أنها رأت على ضوئه قصور بصرى بالشام. وأتمت آمنة شهور الحمل وولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول في شهر إبريل عام 571 ميلادية، وفي رواية أخرى أنه في شهر أغسطس عام 570 ميلادي. وكان ذلك في عام الفيل، العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل، إذ جاء أبرهة وأصحابه ليهدموا الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تتحدث آمنة عن نفسها فتقول: لما علقت به أي حملت، فما وجدت له مشقة حتى وضعته صلى الله عليه وسلم، فلما فصل مني أي ولد، خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. تقول زوجة أبي العاص ممن حضرنا ولادة آمنة، تقول: لقد شهدت ليلة ولادة آمنة بنت وهب ليلة ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من شيء في البيت أنظره إلا نور، ولقد رأيت النجوم تدنو ثم تدنو حتى لقد خشيت أن يقعن علي. ويقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على الله أنني ولدت مختونا لم يرى سوءتي أحد صلى الله عليه وسلم. فأرسلت آمنة جاريتها إلى عبد المطلب تخبره، ففرح فرحا شديدا وسماه محمدا ليحمده الله في السماء ويحمده خلقه في الأرض. وكان أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبا. وكان أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية عمه أبي لهب، ورغم أنها لم ترضعه سوى أيام قليلة، لكنه صلى الله عليه وسلم حفظ لها هذا الجميل، فما زال يكرمها ويبرها حتى ماتت وهو بالمدينة. فلما ماتت سأل عن ولدها مسروح، وكان أخا له في الرضاعة ليصله مكانها، فعلم أنه قد مات قبلها. وكان من عادة أشراف قريش أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية ليقضوا مدة الرضاعة في حضانة المراضع من نساء البادية، وذلك لأن جو البادية أنقى وأحسن أثرا في نمو الطفل. وكان النساء من البادية يأتين إلى مكة يلتمسن الرضع من الأطفال، وكان من بينهن امرأة تسمى حليمة بنت الحارث من قبيلة أو من بادية بني سعد، وكانت في حال تدل على شدة الفقر، فكان من حظها أنها رجعت برسول الله صلى الله عليه وسلم.
رجعت بالطفل اليتيم، ففتح الله عليها من الخيرات والبركات كرامة لهذا الطفل اليتيم. وظلت حليمة عامين كاملين وهي في كل يوم ترى عجبا من بركة هذا اليتيم. فلما أتمت مدة الرضاعة كان لابد لها أن تعود به إلى أمه، فعادت به إلى أمه. ولم ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحليمة ولا لقومها ذلك الجميل أبدا، لم ينسى يوما صلى الله عليه وسلم أنها أمه التي أرضعته وغذته بلبنها، بل حفظ الجميل أيضا لقبيلتها. أتت إليه في يوم من الأيام حليمة وكان يتجر في مال خديجة قبل النبوة، فشكت إليه حالها وما تلاقيه من شدة العيش، فكلم لها خديجة فمنحتها بعيرا وأربعين شاة، ثم أردتها إلى أهلها مكرمة. وعندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في غزوة حنين وغنم كثيرا من أموالهم وسبى كثيرا من نسائهم وأولادهم، أتى إليه وفد من قبيلة هوازن قوم حليمة يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم وأن يرد إليهم أموالهم ونسائهم وأبنائهم، وكان في ذلك الوفد عمه من الرضاعة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنما في هذه الحضائر من كان يكفلك من عماتك وخالاتك وحواضنك، ولقد حضرناك في حجورنا وأرضعناك بثدينا، وقد رأيتك رضيعا فما رأيت رضيعا خيرا منك، ورأيتك فطيما فما رأيت فطيما خيرا منك، ورأيتك شابا فما رأيت شابا خيرا منك، وقد تكاملت فيك خلال الخير، ونحن مع ذلك أهلك وعشيرتك، فمن علينا من الله عليك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وجعل يراقب الناس حتى يردوا عليهم ما يطلبون. رجع الطفل اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، الأرض التي نبتت فيها أصوله، وعاش في كنف أمه تحنو عليه وترعاه. وهو في السادسة من عمره ذهبت به إلى يثرب في زيارة إلى أخواله بني عدي بن النجار. قضى وكان في صحبتهما أم أيمن بركة جارية أبيه التي خلفها له، ومضى أقاموا هناك شهرا زار فيها الطفل اليتيم قبر أبيه، ثم رجعت به أمه إلى مكة بعد أن قطعت مرحلة من الطريق، فجاءها الموت عند قرية الأبواء ودفنت هناك. ورجع محمد وحيد مع أم أيمن إلى مكة تفيض عيناه بالدمع ويمتلئ قلبه بالحزن، لقد فقد أمه بعد أن فقد أباه قبل أن يقدم إلى هذه الدنيا. ماتت أمه التي كان لم يكن له سواها. إن هذه الحادثة لم تغب عن خيال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يذكر أمه فتفيض نفسه عليها بالرحمة وتأخذه لها الرقة، ويرجو الله عز وجل أن يشملها برحمته، ويسأله بالمغفرة لها جزاء ما قدمت له من بر وحنان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في القبور، وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فناجاه طويلا، فناجاه طويلا، ثم ارتفع نحيبه باكيا صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: فبكينا لبكائه. فلما قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علينا، استقبله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا وأفزعنا. فجلس إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر الذي رأيتموني أناجي هو قبر آمنة بنت وهب،
وإن استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. فأخذني ما يؤخذ الولد للوالدة من الرقة والرحمة. هذا الذي أبكاني. أيها الإخوة الأحباب، هذه قصة ميلاد نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه نشأته صلى الله عليه وسلم يتيما بعد أن فقد أباه ثم أمه. كان ميلاده صلى الله عليه وسلم هو أهم حدث في تاريخ هذا الكون منذ أن خلق الله عز وجل هذا الكون وسخره لخدمة الإنسان، وكأن هذا الكون كان ينتظر قدومه صلى الله عليه وسلم. لقد كانت بعثته في مكة إذانا بزوال دولة الشرك ونشر الحق والخير والعدل بين الناس ورفع الظلم والبغي والعدوان. فمن حقه علينا أيها الإخوة الأحباب طاعته عليه الصلاة والسلام ومحبته واتباع سنته واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يبقى أمر أيها الإخوة الأحباب أريد أن أنوه له، هي قضية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحتفل به؟ كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال به ليس في يوم ميلاده فقط، ولكن في حياتنا كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فليس الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم أن نقيم الاحتفالات و الميوزك والمأكولات والمشروبات، ولكن الاحتفال هو اتباع سنته صلى الله عليه وسلم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما يريده الله عز وجل منا وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من الدين أن نحتفل به يوما واحدا. طب وبقية العام؟ ماذا عن بقية العام؟ نتركه صلى الله عليه وسلم بقية العام ونذكره في يوم واحد كما يفعل بعض الناس في الاحتفال بعيد الأمة مثلا، يذكرونها في يوم من العام؟ طب أين بقية العام؟ أنت مأمور ببرها طوال العام، طوال حياتك، حتى بعد موتها مأمور أن تبرها هي ووالدك. فالاحتفال به صلى الله عليه وسلم هو أن تتبع سنته وأن تهتدي بهديه وأن تدعو إلى دينه صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم وفقنا للعمل بكتابك والاحتكام لشريعتك، آمين، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، آمين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم كل إخواننا المسلمين في حلب، وكلنا إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم كل إخوان المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارفع ذكرنا وضع عنا أوزارنا وثقل موازيننا وارحمنا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.